تحية مجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي واصلوا الاستماع لهذا العدد الخاص جدا. سبق وذكرت في تقديم البرنامج وأنه اليوم نحظى بشرف حضور مناضل فلسطيني هو أستاذ العلوم السياسية إبراهيم الرفاعي، يقول ملح الأرض وعطرها. الدبلوماسي الفلسطيني المناضل الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ليؤدي زيارة إلى تونس بهذه المناسبة، بكل حب نرحب به. عباس زكي، شكرا جزيلا على الحضور، شكر كل شكر لمن نسق لهذا اللقاء. تحية كبيرة برشا لسيف الدريني رئيس الجالية الفلسطينية بتونس اللي كنا نسقنا لهذا اللقاء الخاص جدا. مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بك على الأرض التونسية. شكرا وتحياتي لكم في أم الإذاعات، هذه الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله يعني زيارتنا ستكتمل من خلال هذه الإذاعة بإيصال الرسالة التي يجب أن تصل إلى الأشقاء في تونس، وهذا مهم جدا. كمال أبو عجيلة أستعيرها منه، يقول لأن الذي بيننا أكبر من كل ما يمكن أن يقال. سأختصر وصفك في سؤال: لماذا حين رأيتك رفت على شفتي اللغات جميعا بأنك في الوصف شيء محال؟ مرحبا بك مجددا. سامي العرفاوي يعرفنا أكثر بضيفنا المبجل اليوم في استوديو نبيل بن زكري رحمه الله، استوديو 5، وفي برنامج المشهد الآن نستمع. المشهد الآن، الملف. شريف علي حسين مشعل المعروف بعباس زكي انتمى لحركة فتح سنة 62 و900 وألف، وأصبح عضوا في مجلسها الثوري سنة 70 و900 وألف، كما تحصل على لقب عميد السلك الدبلوماسي العربي في عدن وعميد السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وأصبح عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني سنة 86 و900 وألف، وأمينا لسر اللجنة العليا للانتفاضة، وعضوا في قيادة القطاع الغربي، ومدير عاما لدائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعين مفوضا للعلاقات الخارجية في فتح سنة 2000، ورئيسا لممثلية منظمة التحرير في لبنان بين 2005 و2009، وأعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح سنة 2009، شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية ممثلا لمنظمة التحرير ومبعوثا خاصا لرئيس السلطة الفلسطينية لعدد من رؤساء الدول. ويرى عباس زكي أن الاحتلال الإسرائيلي دمر حل الدولتين، ويستبعد زكي أي حل سياسي مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ويعتبر أن حاضر حركة فتح صعبا نتيجة لتنكر الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر أن المقاومة الشعبية والسياسية والعمل الدبلوماسي الأداة الأكثر جدوى في الوقت الحاضر، لكنه يؤكد على أهمية الإبقاء على كافة الخيارات لمقاومة الاحتلال بما فيها الخيار العسكري، ولكن وفق الظروف ووفق القانون الدولي. ويؤمن عباس زكي بالوحدة الوطنية سبيلا للوصول للحلم الفلسطيني، ويدعو إلى تجاوز الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي موحد، ويطالب بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر عقد انتخابات للمجلس الوطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي باعتبارهما شركاء في الوطن والقرار والمصير. ويعتبر أن المحيط العربي والإقليمي يشهد هبوطا مروعا بفعل الفوضى الخلاقة التي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد الآن، الملف. في سطور قليلة صديقنا سامي العرفاوي قدم ضيفنا الكريم الذي يحضر معنا في هذا البرنامج في إطار زيارة إلى تونس. دعنا نتحدث عن هذه الزيارة، أهم اللقاءات التي تجمعك بمختلف الفاعلين في المشهد السياسي في تونس من خلال حضورك اليوم معنا. يعني أولا تونس تعيش الهم الفلسطيني يومي كهم يومي وقضية داخلية، وبالتالي لا نغرق بالتفاصيل مع تونس لأنها تراقب ما يجري بلوعة وبأسى وحرقة على ما يجري في فلسطين وبخاصة في غزة والضفة الغربية، حيث تجاوزت
ما قام به هولاكو وما قام به الأفران النازية إنها جرائم حرب وأيضا كارثة إنسانية. وبالتالي تحدثنا عن الخلاصات والمعاني والأسرار التي تحملها الجغرافيا الفلسطينية وكيفية إمكان الانتصار على هذا العدو الذي فقد حتى حاضناته نتيجة الجرائم التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني. ومعروف إنه موقف تونس موقف يعني مع القضية الفلسطينية بشكل حينما تم السنوات القحط وأردنا أن نتنفس الحرية كانت تونس قد فتحت أبوابها وكان لنا أن نعيش سنوات صعبة، ولكن ترحاب تونس وشعب تونس سهل علينا هذه المهمة للاستمرار بقامة وهامة مرتفعة. وبالتالي نحن لما بنزور تونس شفنا كل تقريبا الأحزاب اللي دعتنا سواء تتضامن مع فلسطين أو نتعاون في إيجاد صيغ مناسبة لعل وعسى أن يكون الموقف التونسي معوضنا عن مرحلة التراجع العربي الذي يعني نراه يساعد هذا العدو في طغيانه، لأنه نحن قضية مركزية للأمة العربية ولا يجوز التعاطي معها من دول الطوق على الأقل بهذا الشكل الذي نراه، لأنه هذه قضية مليارات المسلمين وأيضا المسيحيين الشرقيين، هذه مصر سيدنا محمد ورفع السيد المسيح، هذه بوابة الأرض إلى السماء. وبالتالي خصها الله بشعب اسمه شعب الجبارين، أبو عمار كان يقول أغبط نفسي أن أنتمي إلى شعب أكبر من قيادته، شعب الجبارين إذا ما فقد الأمل صنع المعجزات. وأيضا نحن نثق ثقة عالية بشعبنا اللي له 100 عام يقاوم أعتى القوى الاستعمار سواء الدول الكولونيالية في أوروبا والتي سلمت عودتها إلى أمريكا ذات الإدارة المتصهينة برئاسة بايدن. وبالتالي حربنا الآن هي حرب يعني مع أمريكا وليس مع إسرائيل، لأنه شريان حياة إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، وما أن بدأت الحرب يعني كانت جيرالد فورد وإيزنهاور حاملات الطائرات وكل الجسر الجوي الذي أقاموه لحماية إسرائيل، هذا أمر يعني يدلل على حجم القضية الفلسطينية التي كل الناتو يقاتل في غزة ولا زلت على مدى 8 شهور صامدة، يقولون صفينا جباليا وبعد أسبوعين يرجعوا إلى جباليا، استطعنا نهزمهم في خان يونس بعد شهر عادوا المعركة في خان يونس، يكذبون ويتلاعبون بالألفاظ. الأمر الذي كشف كل زيفهم وكذبهم وسقطة الأقنعة عن وجوههم بحيث خسروا حاضناتهم في الغرب، وأبلغ مثال على ذلك المظاهرات التي تحولت الآن إلى الجامعات، وأعتقد إذا ما خرجت الجامعات إلى الشارع تكون نهاية إن شاء الله لهذه الكولونيالية، هذا النظام البائد الذي يكيل بمكيالين ويمارس كل أشكال الانتقام سواء من قواعد القانون الدولي أو من البشرية على هذا الكوكب. ونحن نتفهم جدا هذا الإسهاب في الحديث من لدنكم لما يتعلق الأمر بقضية أمة، فذهبت من موضوع إلى آخر مع أن السؤال كان بالأساس حول لقاءاتكم من خلال هذه الزيارة مع مختلف الفاعلين، من ذلك رئيس المجلس النيابي لرئاسة الحكومة ما إلى ذلك أهم مخرجات هذه الزيارة. سنتطرق إلى كل هذه النقاط التي أتيت على
ذكرها، ولكن باعتباره أنك ضيف كريم ومبجل علينا جميعا ونحن كتونسيين نتعاطى مع أم القضايا القضية الفلسطينية، ليس من منطلق قضية عابرة وإنما لأنها قضية لأنها حقنا، فبالتالي لا يمكن المزايدة على هذا الموضوع. موقف تونس حكومة وشعبا موحد يعني وفاصل في هذا الموضوع. أهم مخرجات هذه اللقاءات من ذلك ما تعلق بمجلس نواب الشعب وكذلك على مستوى رئاسة الحكم. سأترك لكم الوقت للتفكير والإجابة، أستسمحك ضيفي الكريم. نتوقف الآن مستمعين الكرام ليرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. منتصف النهار 25 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الذي يشرفنا بالحضور في الاستوديو في فقرة الملف الدبلوماسي الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، عباس زكي، دائما في فقرة الملف. المشهد الآن، الملف. مرحبا مرة أخرى ضيفنا الكريم، أعود بك من حيث انتهينا، ما تعلق بلقائك مع رئيس المجلس النيابي، أهم النقاط التي تحدثتم بشأنها، مخرجات هذا اللقاء على أهميته. يعني أولا احنا المهمة الأساسية اللي كنت بصدد إنجازها هي الاحتفال بالذكرى أو إحياء الذكرى 76 للنكبة السوداء عام 48، وأيضا إحياء الذكرى لأول الرصاص أول الحجارة الشهيد خليل الوزير أبو جهاد الذي استشهد على أرض تونس. وبالتالي نحن قمنا بواجبنا تجاه هاتين المهمتين المتلازمتين، لأنه أبو جهاد يعني يساوي
مقاتل دون هوادة من أجل تحرير فلسطين، وأبو جهاد يعني أنه الرجل الذي بدأ بالرصاص ثم بدأ بالحجارة كأول زعيم أو قائد في حركة فتح، وهو الرجل اللي الله وفقه في آخر لحظة وهو يعني محاصر في بيته في سيدي بوسعيد أن يطلق رصاصة وأن يكتب استمروا بالهجوم لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة. فمن يبدأ بهذا وينتهي يعني الله أنعم عليه وكمل الرحلة، وبالتالي كان حتى الوداع وداع مهيب جدا بأن وافقت سوريا على أن يدفن في ترابها مع إخوانه القادة هناك أبو علي إياد وأبو عدد كبير، وكان نحن في تشاحن مع الإخوان بسوريا، ولكن فوجئنا أو لم نفاجأ، نشعر بالفخر أنه شارك في جنازته أكثر من 1,000,000 في سوريا، وأيضا استشهد يومها 24 من فرسان فتح ثأرا لهذا الرجل. وبالتالي نحن يعني في تونس يعني حينما نأتي لمهمة فيها النكبة السوداء وفيها أيضا رحيل قائد عظيم هي أخذت حيز. نعم. الزيارات اللي تكرموا الإخوة ورتبونا إياها على الهامش كانت لقاء الأخ إبراهيم الدربالي، هو رجل حقوقي ويعني ذكرني أنه قبل 40 سنة. نعم. قال لي التقينا وناقشنا وكان ما شاء الله عليه يعني بذاكرة وبثقة عالية وبموضوعية يعني تسر الفلسطينيين أنه رئيس البرلمان يكون بهذه يعني الذاكرة العظيمة، ومعروف شو دور البرلمانيين وتميز تونس في هذا المجال، أنه أن تكون رائد وأن تكون موجه وأن تكون مصوب لكثير من الأشياء المطلوبة من البرلمانيين. وبالتالي نأمل أن يكون هناك مظلة دولية برلمانية تسهم تونس فيها الإسهام المطلوب حتى تخفف من عذابات هذا الشعب وأن تصوب أوضاع الأنظمة التي لا تحترم صوت نداء الجماهير بالشارع، إنما سن القوانين داخل البرلمان، وهذا البرلمان هو الذي يصوب الأوضاع ويحجب الثقة ويمنح الثقة. وبالتالي كان لقاء هاما من حيث تبادل وجهات النظر فيما هو قائم، من حيث يعني قانونية الفلسطينيين وعدم شرعية وقانونية إسرائيل لأنها خرجت من ثوب الدولة باعتبارها دولة أبارتايد، باعتبارها دولة مستوطنين تقوم على القتل والإلغاء للطرف الآخر للطرف الفلسطيني. وبالتالي كان لقاء ممتعا يعني تخللوا كل أنواع التعاون، سواء نصرة القدس، سواء البرلمانات الدولية، سواء العلاقات الثنائية بيننا وبين تونس. ونحن وتونس يعني في الهم شرقه، نحن وتونس نشعر بأنه حتى قيدنا الأخ محمود درويش بما يعني كان شعار خالد، متى نشفى من حب تونس، ولا شفاء من هذا الحب نظرا لأن تونس حاضرة في الوقت الصعب دائما. نعم. إن شاء الله نعمل أنه كمان اللقاءات اللي تمت مع الطوبي اتحاد الشغل كانت ذات أهمية عالية جدا، وتحدثنا فيه عن الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد على صعيد عربي وصعيد دولي، وأيضا تعاون متكامل مع اتحاد نقابات فلسطين، وأيضا طرقنا كل ما يمكن أن يؤكد على أن قضيتنا هي قضية العالم كله وليست خاصة، إنه علمنا الآن يرفرف في كل الساحات الدولية.
صحيح. وبالتالي آن الأوان في هذه الفرصة أن نعطي أجمل ما عندنا وأقوى ما لدينا من مواقف، حتى يعني المرتجفين والمبتذلين والمطبعين يعودوا إلى جادة الصواب. وإن شاء الله يعني اللقاء كان جيد، ثم مع تيار الشعب، ثم مع حزب الشعب، وكلها التقت مع العمال أيضا حمى، كلها يعني كنت أنت تتحدث مع نفسك مع ما هو ضروري إليك، وأصبح ما هو ضروري إلي ضروري لتونس من حيث. وأنا سأربط بك بكلامك سيدي الكريم، إذا هبت رياحك فاقتنصها. اليوم الشعوب تتفوق على الأنظمة، الشارع يقول كلمته في أغلب البلدان الأوروبية، في الولايات المتحدة وما إلى ذلك، نصرة للقضية الفلسطينية العادلة. وتابعنا من خلال حواراتك السابقة مع مختلف وسائل الإعلام أنك تحتاج إلى رد اعتبار فعلي للعمل السياسي الفلسطيني من خلال حركة فتح. أنت تبحث عن حلم فتح الجامعة التي ضروري جدا أن تكون اليوم بالقوة التي تسمح أن تجمع كل الطيف الفلسطيني، وتنادي بذلك في أكثر من مناسبة. والحقيقة العديد من الفلسطينيين يعلقون عليكم آمالا كبيرة في هذا الباب. نحن أولا كل تحرك دولي يعني نقيمه ونقدره ونثمنه عاليا، لسبب أنه قضية احتلال فلسطين قضية كونية. كان الاستعمار القديم، السبع دول هاي الاستعمارية الأوروبية، بدهم يخلصوا من اليهود وبدهم يحطوا قاعدة قريبة من يعني منهم معادية لمحيطهم. وكانت إسرائيل مطروحة على أساس تروح إلى الأرجنتين أو تروح إلى أوغندا إلى آخره. لما اكتشف النفط وهو شريان الصناعات الحديثة، أرادوا أن يهيمنوا على منطقة الشرق الأوسط من المحيط إلى الخليج، وبالتالي جاءت فلسطين الضحية لهذا الحلف الإجرامي الغاشم الذي تقوده الاستعمار البريطاني في ذلك الحين الفرنسي، وهم الذين جاءوا بإسرائيل، حيث أن يعني بريطانيا أعطتهم وعد بالفور ما لا تملك لمن لا يستحق، وفرنسا أعطتهم مفاعل نووي اسمه ديمونا، وأعطتهم في نفس الوقت طائرات الميراج ليتفوقوا على كل القوى العربية من المحيط إلى الخليج. وبالتالي يعني هذه القاعدة المتقدمة للإمبريالية في ذلك الوقت الآن أسندت المهمة إلى أمريكا. وأمريكا أول ما بدأوا يعني قال جون فوستر دالاس: الكبار يموتون والصغار ينسون، ويسدل الستار على هذه القضية. وأيضا طرحوا أرض بلا شعب لشعب بلا وطن في الوقت اللي احنا أكثر منهم الآن. فصمودنا نحن ونضالنا ورغم كل المذابح التي حدثت في عام النكبة 48-50 مذبحة بألوان مختلفة، وأيضا 531 قرية دمرت تدمير كامل وهودت يعني، لكن هذا ما زعزعنا. يعني صحيح أنهم انتصروا بالرعب علينا في البداية، ولكن الأيام اللي تلتها إحنا يعني كنا سجلنا حضور لأصغر جغرافيا تكون تشغل كل العالم، والرقم الصعب في معادلة الصراع، رغم أن المنطقة حكر للأمريكان ولا يجوز استخدام السلاح. نحن تمردنا على هذا الواقع وشرعنا ضرورة المقاومة شأن شأن أي بلد يحتل ويقاتل من أجل الحرية. بالتالي في مصطلحات كثير غريبة عجيبة في المنطقة وفي عند العدو، إنه يعني في ناس عرب بيقولوا بدنا نتعاون ضد الإرهاب. طيب يسألوا حالهم، أليس الاحتلال هو أعلى أشكال الإرهاب؟ صحيح. كيف تتعاطى أنت مع قمة الإرهاب لتقاتل الناس أصحاب الحقوق العادلة والمشروعة؟ لكن الحمد لله كشف، يعني العالم أصبح قرية صغيرة، واللي شاهد هذه المشاهد المؤلمة في غزة الآن يعني عرف أنه سقط القناع عن ديمقراطية الغرب
وعن حقوق الإنسان وعن حتى كل الأشكال التي انتظم العالم على أساسها. صحيح. يعني إسرائيل فوق القانون. صحيح. وكانوا ماشيين معها ناس يعني كل حلفاء أمريكا في المنطقة أو أدوات أمريكا لا يستطيع أن يقولوا لا. ماذا تقول؟ صحيح. صحيح. لكن الآن لا، الآن بدأ هناك عالم آخر يتشكل، وبالتالي تشكله الشعوب، تشكله الشعوب طبعا. لا، وكمان في قوى الآن معسكر يتشكل تحت النار. نعم. هذا اسمه روسيا الصين. نعم. أيضا هذا بيكون داعم للشعوب. نعم. بالتالي اللي غلطانين مع أمريكا مستمرين في أمريكا. قال عليهم الرئيس حسني مبارك المتغطي بالأمريكان عريان، وكل اللي مع أمريكا سيكون عراة أمام شعوبهم، أمام مدام هيك أمريكا تمارس ممارسات. وبالتالي إحنا نشعر الآن أن القضية الكونية في عهد الاستعمار، في عهد الصهيونية، شو معنى الصهيونية؟ هي السيطرة على العالم. صح. الآن جاي قوة بتقول بدنا نعيش بسلام كما تقول الصين، بالتعايش السلمي، بالعيش المشترك، بالمنفعة المتبادلة. وأعتقد بأنه آن الأوان للفلسطيني أن يدفع ثمن، لأنه في آخر اللحظات في أي حروب الناس بيدفعوا الأعز. إحنا بنتوقع أنه المذبحة اللي بتصير هاي جزء، لأنهم حيخطوا خطوة الآن لتدمير الأقصى. نعم. وبناء الهيكل وجابوا البقرات، إذا فعلوها إن شاء الله بتنتهي إسرائيل. نعم. وأنت ذهبت إلى مصر، ماذا يقول محمد الغزالي؟ يقول: لازلت أؤمن أن المشكلة لا يكمن في تغيير الحكام، وإنما يكمن في تغيير الشعوب، لأن الحكام تتغير متى أرادت الشعوب ذلك. لذلك نتحدث اليوم عن إرادة الشعب والصوت العالي للعديد من الشعوب في العالم نصرة للقضية الفلسطينية. تحدثت فيما تحدثت سيدي الكريم عن لقاءاتك التي جمعتك برئيس المجلس النيابي إبراهيم بودربيلة، أيضا طبيب رئيس اتحاد شغل. سأهديك ما أهديك، أهديك هذه المبادرة من خلال دكتور جامعي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، هو معنا مباشرة عبر الهاتف، وأترك لك التعليق. الدكتور الجامعي عبد القادر الحمدوني معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا سيدي الكريم. تحية لك وتحية لضيوفك، و فلسطين حاضرة دائما، حاضرة معكم في الاستوديو، حاضرة في أذهاننا، وحاضرة في مواقفنا وفي مبادراتنا. نحن جامعيون اخترنا أن نكون في صف آخر، وأن شكل آخر من أشكال المساندة، شكل آخر من أشكال المقاومة. الكيان واستهدف العلم واستهدف الجامعات، وتقريبا دمر بالكامل الجامعات في غزة، استهدف الجامعيين الأساتذة الجامعيين في غزة، ما يزيد عن 100 أستاذ جامعي شهيد، استهدف الطلاب. فنحن قدمنا مبادرة وهي في خطوات متقدمة ومتقدمة جدا. فيما تتمثل هذه المبادرة؟ نحن جامعيون من أجل فلسطين اخترنا أن نكون، لن نعوض زملائنا في غزة ولن نعوض زملائنا في فلسطين، نحن في عملية إسناد لهم، نحن سنقف معهم حتى تحافظ الجامعة الفلسطينية على مكانتها، وتحافظ الشهادة الفلسطينية على مكانتها، ويكتب على الشهادة هذه الشهادة تمنح من دولة فلسطين. فتقدمنا بخطوات يعني متقدمة جدا، تقريبا بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في فلسطين، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في تونس، والآن بالتنسيق مع جامعات فلسطينية، خاصة جامعة بير زيت وجامعة النجاح. نحن في خطوات متقدمة. الطلبة الفلسطينيون، وهناك أرقام سأعطيها لضيفك وهو فلسطيني. نعم. طلبة غزة تقريبا هناك ما يقارب 20,000 طالب، من ضمن 80,000 طالب دخلوا على موقع جامعة بير زيت، وتقريبا ما يزيد عن 6,000 منهم قاموا بالتسجيل. ولكن لاحظنا أنه في جامعة زي بير زيت هناك اختصاصات غير موجودة كالاختصاصات الطبية، فهناك اعتمدنا على اتفاق موجود بين الجامعات التونسية وجامعة النجاح، والآن نحن بصدد التنسيق مع
مع جامعة النجاح لنحافظ على التكوين الفلسطيني. تقريبا نحن كنت حضرت معكم في الاستوديو، لكن منذ مدة اخترنا أن نبتعد شيئا ما عن الأضواء، ولكن دعوتكم عزيزة، خاصة مع وجود ضيف بهذا الحجم العربي والفلسطيني وله ومكانته عند شارع تونس، فدخلنا معكم. نحن الآن في خطوات أخرى، سنقدم على عملية تكوين لزملائنا حتى تكون لهم القدرة على التواصل مع طلبتنا في فلسطين. أستاذنا الكريم، عدد الأساتذة المنخرطين في هذه العملية؟ 1000 أستاذ جامعي، 1000 أستاذ جامعي من مختلف الاختصاصات. هذا من تونس، ولكن وصلتنا يعني مئات المتطوعين من كل أنحاء العالم، من أوروبا، من أمريكا، من العالم العربي، الذين انخرطوا في هذه المبادرة وعبروا عن استعدادهم للدفاع على بقاء الجامعة الفلسطينية رغم كل ما تعرضت له وستتعرض له. وتقريبا سننجح في لنا القناعة ولنا الثقة ولنا التحدي، مثل ما تحدى هذا المقاتل الفلسطيني، وهذا المقاتل الفلسطيني حتى ببقائه في الأرض، فهو البقاء في الأرض والتمسك بالأرض هو جزء من هذه المعركة. نحن سنقف معهم في معركتهم هذه. نعم، شكرا جزيلا. فقط ضيفنا الكريم سيتفاعل معك في كلمة قبل أن تغادرنا، ثم نعود أهلا حبيبي. يعني هذا وجه جميل من أوجه التعاون اللي بتقوموا فيه، عمل جبار. إحنا لولا شهاداتنا العلمية في 48 لكنا خدم عند الناس الآخرين، لأنه إحنا أصبحنا إرث موزع على الساحة العربية والدولية، يتقاذفوننا كالكرة هنا وهناك. لولا الشهادات العلمية، أننا أساتذة للمدارس، وأننا أيضا قضاة في المحاكم ومهندسين لإعمار الخليج وغيرها، حتى شهد الناس بأن هذا الشعب الفلسطيني هو شعب خلق الله للشدة، وشعب لا ينحني، وكل ما ضاقت عليه الحياة كلما جاء أمثالكم ليصوبوا المسار. وبالتالي كل الشكر لهؤلاء الأكاديميين، لهؤلاء الأساتذة الكرام الذين يعني يقومون بعمل جليل، وهو أهم شيء بتقوموا فيه. يعني عندنا في تونس ما شاء الله هذا عدم الحديث في الإعلام عن هذا الموضوع هو أحد كنوز تونس العظيمة. ونعرف إحنا أيضا من المنظمات الأخرى ومن الحكومة ومن الرئيس ومن كل المكونات في تونس أنكم تعتبروا قضية فلسطين قضية داخلية. بارك الله فيكم. هؤلاء الشباب الذين سيتخرجوا سيكون يعني حاضنتهم، وهم حاضنتكم في المستقبل، لأن قضيتنا قضية عربية بامتياز. من كفر بها واعتبرها غير مركزية إلى مزبلة التاريخ. شكرا جزيلا الدكتور عبد القادر الحمدوني على وكل الفريق الذي معكم على هذه المبادرة القيمة. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي. كنا نتحدث عن التعاطي الفلسطيني، وكنا نتحدث عن رأيكم من خلال العديد من المقابلات الصحفية التي تدعون فيها إلى ضرورة رد الاعتبار لحركة فتح حتى تكون حركة جامعة. وبالتالي هذا الموضوع مطروح اليوم بأكثر إلحاح، لأنه اللحظة فارقة، اللحظة خاصة جدا، اللحظة تحتم توحد الصف الفلسطيني سياسيا، لا نتحدث ميدانيا هذا مفروغ منه، ولكن سياسيا. هل ترى وأن التعاطي السياسي الفلسطيني اليوم في مستوى اللحظة؟ شوف، كلما اشتدت الأزمة كلما يعني تبلورت مواقف أكثر جدية. يعني مثلا في شعب بده يعيش وبده ناس يعني قادرين على أن يحموه باللغة السياسية
وما يكونوش خارجين عن المنطقة برمتها، لأنه في ناس عرب يعني بتمنوا إن الغلط عشان يعني ما يكون عليهم حق. ليش بقاطعونا؟ ليش يعني للعلم يعني كل اللي عندهم أموال قاطعونا في الفترة هاي باستثناء الجزائر، ودائما هم حريصين إنهم يزنقونا بشغلات كثيرة. يعني يعني لما بتسمع الدكتور هلأ حكى عن حل مشكلة الطلاب، طيب هذول الطلبة وين بدهم يروحوا إذا ما فيش نفس تونسي؟ أنا كنت في مصر وبنفكر كمان لعشرة ألاف طالب وين بدهم يروحوا، وفي عندنا طلاب ثانوي وعندهم ابتدائي، هؤلاء يعني مستقبلهم. التدريس أونلاين ستصير العملية. نعم الوضع عندنا يعني صحيح فتح صاحبة مشروع وحركة وسطية، لكن هذه خطة طريق العودة بأقرب الطرق إلى فلسطين وهو الكفاح المسلح، واللي بيقرر سنة مثلا 58 أنه يتبع السياسة الدامية النابعة من فوة البندقية وبحقق انطلاقة وبحقق أيضا حضور عسكري وبصير الرقم الصعب في معادلة الصراع، صعب أنه هذا الإرث النضال الكبير يضيعه. وبالتالي حركة فتح قدرها أن تقود شعب وتحافظ على منجزاته، يعني ما تفرط بأي منجز تحقق دوليا سواء اعتراف دولي بيمشي أو بيمشيش، هذا رصيد لازم نحافظ عليه. وأيضا بدها هذا الشعب تجد مخارج من المآزق الكثيرة بأن لا تكون متصادمة مع النظام اللي بتقوده أمريكا في المنطقة العربية. ونحن أول ما بدأت الثورة نصحوا الصينيين والفيتناميين أنه لا تبدأوا، أنتوا هاي منطقة محكومة أنه ما فيها بنادق، هذه حكر للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أبو عمار رحمه الله وأبو جهاد كانوا يقولوا نحن شأننا شأن الشعوب التي ناضلت مهما كانت العوائق. وبالتالي الآن اللي الملاحظ أنه في ظرف استثنائي خطير فرض على فتح يعني أن تعيد النظر سواء في التسوية سواء أيضا في الأداء وأيضا بالوحدة. نحن عندنا شعار خالد من ياسر عرفات، ليس فتحويا من ليس وحدويا أو يسعى لرأب الصدى والوحدة. يعني أي واحد بفكر أنه يعادي محيطه ويعادي، إحنا النظم اللي تابعة لأمريكا مش معادينها، تنعادي فصائل تقاتل وتنتصر لفكرتنا. وبالتالي هذا فرض علينا أنه نحن تبعون سلام، ولكن شهدانا أكثر من شهداء كل الفصائل وهذا بالإجماع، وأيضا أسرانا أكثر ثلثي الأسرى اللي بيعانوا في السجون. وهذا ما تقوله حركة الجهاد. حركة الجهاد تقول لا يمكن الحديث عن مشهد سياسي فلسطيني دون فتح. يعني احنا أرجو أن تفهموا لسنا فصيل، نحن طليعة أمة ورواد الأمة لا يكون دهما ولا يغير المبادئ كما يغير القمصان. وإحنا ضد الوصاية والتبعية والاحتواء. طالما أن عالم تركع للولايات المتحدة نحن لن نركع. وبالتالي لما نقول إحنا ضد مثلا التبعية والوصاية والاحتواء صادقين، وهم بيقدروش يحملونا. يعني نيجي نقول هذا النظام إلنا وإحنا وياه، هو بيقول من شان الله يبعدوا عني. وبالتالي إحنا بنريحه. فبالتالي أستاذ عباس، حتى أنا بقول مرة إلى التصريحات بقول آمل من الله ألا يشترك أي نظام عنده ترسانات عسكرية عربي معنا، أحسن بكرة ما يحملنا جميلة إني قاتلت معكم. خلينا نحن بدمنا بعرقنا بهذه المسيرة الطويلة 100 عام ونحن نقاوم هذا الاحتلال ونحن موجودين. وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني يعني لما يقرأ شو سر قضيته، احنا يعني بوابة الأرض إلى السماء، ونحن الله خلقنا للشدة، وقال الرسول الكريم
لا ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى زي اليوم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. قال وين؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، رغم أنه بجوز ما عندك إشي ولكن بنطحن راسهم، ما بقدروا علينا أن إحنا ناس يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأجر سلف، فكل البغادر هدول على مدرج النور إلى السماء، ريحهم الله ما يشوفوش المناظر جيوش بس للمهرجانات وعاش الرئيس وسقط الرئيس. هذا كلام، هذا كلام عيب. المؤمنون بالمليارات، المسلمون بالمليارات الآن أمام اختبار حول إيمانهم، لأنه اللي بشوف المناظر كلها ولا يحرك ساكن، وبأخذ قراراته ما بتتنفذ وما بفرز مواقفه، هذا أعتقد يعني مش كثير مهم عند أولاده وعند بيته. سيد عباس، ألا زلت تراهن على على التغيير الدولي؟ على دعنا نتحدث في محيطنا العربي، يعني ألا زلت تراهن على الموقف العربي بعد مرور هذا الردح من الزمن، ردح النضال منذ انطلاق عملية طوفان؟ لا، براهن على الجماهير، الأمة العربية. شوف، جماهير أمتك تلزمك بأن تتحمل أكثر، لأنه احنا بنعرف ضباط يعني سواء في الجيش المصري سواء في الجيوش الأخرى راحوا من أجل فلسطين وعملوا عمليات كبيرة، فبالتالي لا يمكن نكفر بعروبتنا. طريقنا صعب وشائك ومعقد، والنصر بده دم، ونحن جاهزين لدفع الثمن. أستاذ عباس، قلت في حديثك منذ قليل إن كل أصحاب الأموال العرب والأغنياء من الأنظمة العربية تخلوا عنكم أو قطعوكم إلا الجزائر، وبعد 3 أيام من الآن تنطلق القمة العربية، هل تعتقدون أنها ستقدم لكم بعض الحل أو دعما في مساركم السياسي أو على الميدان؟ أعتقد أنه يعني أمام شعوبهم وبيقدروش يقاتلوا، ممكن أنهم يقدموا يعني شيء ليس يكفي للشعب الفلسطيني، بس قليل من القطران ممكن يعملوا هيك، ممكن يأخذوا قرار لأنهم في عندهم قرار بغطاء مالي وما بنفذوه، ممكن يكرروا القرارات، يكونوا إيجابيين حتى يتجاوزوا، يعني إلا إذا أخذوا أمر من بايدن أو من الأعداء، لأنه بايدن كان بده الموت للفلسطينيين، صار يقول بدنا نودي لهم غذاء، بدنا نعمل لهم رصيف بحري، بدنا، ولكن أغلقوا كل الأبواب منشان الرصيف البحري تيجي الباخرة تفرغ يعني غذاء وتأخذ الناس طوعا، لأنه بدأوا يحكوا فيه التفريغ التهجير الطوعي. وبالتالي نحن لن نسمح بأن تكون الأمريكي على هذا الرصيف مهما كانت الأمور، إذا بدهم فعلا في الأمم المتحدة وفي متطوعين دوليين، واللي أخذناه 143 صوت والمحكمات العدل وقراراتها اللي شكرا لجنوب أفريقيا اللي كانت أقرب بلد لفلسطين ونيكاراغوا، يعني هذا إشي مهم. شكرا لرئيس كولومبيا الذي قال موت الفلسطينيون موت للإنسانية وقطع العلاقة مع إسرائيل. ممكن أنا بشوف إنه هذه القمة يعني لن ينسدل عليها التماهي مع إسرائيل، ستكون مخذ موقف، لأنه الإسرائيلي لما بيحتل معبر رفح هو انتهاك صارخ لاتفاقية كامب ديفيد المصرية، لأنه هذا معبر مصري. نعم، ولكن طالما ومن منطلق أن الخطأ الطبي قد يقتل رجلا والخطأ السياسي قد يفني جيلا بأكمله، من منطلق سياسي بحت، وأمام هذه العزلة لنتنياهو سياسيا أمام الداخل الإسرائيلي وأيضا مع مجلس الحرب أيضا مع الولايات المتحدة، هذه العلاقة التي تغيرت كليا، كيف يمكن اقتناص هذه اللحظة سياسيا من منطلق التعاطي السياسي الفلسطيني؟
وأنت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كيف يمكن استثمار هذه العزلة السياسية؟ شوف خلينا ما نجاملش بعض وما نجتهدش اجتهادات ما لهاش معنى. طالما في أمريكا تقود العالم المكتوب على الفلسطينيين الإعدام، يعني وجود أمريكا يعني لا، ولكنك لا منذ قليل ذكرت هناك روسيا هناك الصين. لا نتحدث لا نتحدث فقط عن الولايات المتحدة ونستسلم. لا الآن أنت بتقول لي اغتنموا هالفرصة. نعم اغتنصوها. نعم الولايات المتحدة هي حجر، هي اللي بتحاربنا الآن. إسرائيل لو كانت الحرب إسرائيلية فلسطينية زمان العرب قضوا على إسرائيل لأنها استخفت بهم جميعا. يعني لما يروح سموتريتش إلى باريس يحمل معه خارطة ويقول هاي يهودة وسامرة وأرض معاد هاي بلدنا، بيقولوا له طيب الفلسطينيين تودوهم على الأردن، قال الأردن جزء من دولتنا. نعم قالوا له والشعب الفلسطيني، قال لا يوجد شعب فلسطيني، هذا شعب مخترع، هذا كل العالم شافه وسمعه. عندهم حكومة سادسة فانتكس متطرفين، يعني بيقول السيف أنزل من السماء ونحن شعب الله المختار، وما يسمى توراة الملك لا يتسحاق شبيرة الحخام، بيقول لك يحق لليهودي قتل غير اليهودي ولكن قتل الفلسطينيين وجوبا لأنهم ينازعوننا على أرض. ولكن فيما تبقى من الوقت، إحنا علاقتنا مع الصين عظيمة. ما هو المطلوب؟ إحنا شراكة استراتيجية مع الصين. نعم إحنا علاقتنا بالاتحاد الروسي عظيمة. نعم وأيضا نحن مش يعني عارفين شو نشتغل في الدبلوماسية والسياسة. إحنا بدنا الآن على وحدة الميدان القائمة، بدنا وحدة وطنية، بدنا رؤية استراتيجية، بدنا برنامج مرحلي وبرنامج استراتيجي، وبدنا نغير كثير من المفاهيم ونشوف كيف يمكن أن لحظات النصر القادمة ألا تكون فيها أي ارتباك، بل نحن منتصرون. وأنا أقول لك إسرائيل، بديش أقول زي المشايخ إلى زوال، لكن إسرائيل لن تكون نتيجة ولن تكون قادرة على خوض أي حرب مع فصيل مش مع دولة. نعم. إلا بوجود أمريكا، وأمريكا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ريح الأرض وعطرها كما يقول الأستاذ العلوم السياسية إبراهيم الرفاعي الدبلوماسي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي على أناقة الحضور. هكذا نصل إلى خاتمة لقائنا اليوم. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام.